أحاطت بهم مدن البلاد وأهلها، أطردوهم من مدينة الثورة فطاروا إلى بلاد الإفرنجة يبحثون عن دفئه في شتائه القارس. هؤلاء المتآمرون الخونة المستقون على وطنهم بالأجنبي، هؤلاء باعت المخدرات ومرسل والقطط والكلاب الملتهبة إلى الجبال لحرقها. لما يرسلونها إلى الجبال ولا يرسلونها إلى السهول؟ ألا يعلمون أن الجبال عنوانا لبناء مولانا الشاهق؟ ألا يعلمون أن الجبال موطن سيادته بعد أن عاش طول عمره بين الحفر؟ ألا يعلمون أنهم بممارستهم الاستقواء والخيانة يسرقون أصلا تجاريا لفخامته عمل منذ سنوات على كسبه؟ لماذا يا هؤلاء؟ لماذا تجهون على العالم وتدعون انتهاك حقوق الإنسان؟ هل تعتبرون من انتهكنا حرماتهم وسجناهم وأحناهم على المحاكم العسكرية هم من صنف البشر؟ هم فيروسات وجراثيم يجب التخلص منهم حتى لا تتم عدوى بقية الشعب المختار. لن تستطيع مجتمعين أو أجسادنا أن تلالوا من بنائي الشاهق. القانون أنا من أسنه، القانون أنا من أسنه، وما المشكلة أن غيرت قانونا بقانون؟ ألست ربكم ومعبودكم؟ ألم ينسخ أحكاما؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ستعود تونس مزهرة في غيابكم، ستكون مشمسة بعد التخلص من أدرانكم، ستعم ثورتنا كل العالم، سنخرجهم من ظلماتهم إلى نورنا، ومن فقرهم لغنانا، ومن ضلالهم إلى طريقنا، وستبقون كما أنتم كلابا سائبة كما قال ولينا المعظم، ألا تستأهلون حتى الإبحار على الافتراضي بعدما ذاق بكم هواء بلدكم؟ سيكون مآلكم مزابل القمامة، وسنحتكر مزابل التاريخ. أي دولة وأي عبث وأي رئيس وأي مصيبة حلت بهذا البلد؟ السيد مضوى استولى على المصالح كلها وعلى صوته فوق الجميع، وبدأ يتكلم وحده وهو يتحدث عن أفكاره الجديدة المذهلة ومفاهيمه الأبكار المنجية وحلوله المبتكرة المبهرة التي تضيق عنها تونس وتصلح للتصدير إلى جميع أنحاء العالم. فهل سمع أحد منكم فكرة له جديدة مفيدة؟ هل أطل من عنده مفهوم جديد يصلح للتداول بين الناس؟ هل قدم حلا واحدا لمشكل واحد من مشاكل البلاد المتراكمة؟ هل أظهر من تعبيره ما يصلح للتفكير أصلا؟ هل يملك عاقل أن يدعي صلاح فكرة كامنة لا يتعين منها للناس شيء؟ هل يصدق عاقل مدعيا أقام سلطانه على السب والشتم والتكفير والتخوين والاحتجاب عن الشعب في قصره؟ لماذا يصر على الفكر الجديد والمفاهيم المبتكرة ويترك الناس للفقر والمرض والغرق؟ لا فكر ولا تفكير ولا مفهوم ولا تعبير، ليس يرقى إلى أن يلعب دور ديكتاتور، لا كاريزما ولا فكر ولا فصاحة. سيد المقيم العام، أيها الأخ القائد، أيها الولي الفقيه، لقد طفح الكيل وقد آن لكم أن تسمعوا قولا ثقيلا. نحن لا نجهل من أنتم، غسلناكم جميعا وعصرناكم وجففنا الغسيلة. أتعدون لنا بناها شاهقا؟ كلا، كفى، شكرا جزيلا. نحن نرجو إن كان فيكم بقايا خجل أن تستقيلا. نحن لا نسألكم إلا الرحيلة، وعلى رغم القبحات التي خلفتموها سوف لن ننسى لكم هذا الجميل. ارحلوا أم تحسبون الله لم يخلق لنا عنكم بديلا؟ أي إعجاز لديكم؟ هل من الصعب على امرئ أن يلبس العارة أو أن يصبح للغرب عميلا؟ أي إنجاز لديكم؟ هل من الصعب على القرد إذا ما ملك المدفع أن يقتل فيلا؟ ما افتخار النص بالسلب وما ميزة من يلبد بالدرب ليغتال القتيلة؟ احملوا أسلحة الذل وولوا لتروا كيف نحيل الذل بالأحجار عزة ونذل المستحيلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من لقاء خاص. لقاؤنا اليوم مع الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري دكتور لطفي المريح. دكتور لطفي مرحبا بك. أهلا بك سيدي والمشاهدين. مرحبا بك سي لطفي. تقريبا الحدث هذه الأيام هو مسألة النفايات في صفاقس ومسألة التلوث، عام ونص تقريبا وسلطة الأمر الواقع تقريبا عاجزة عن حل هذه المشكلة. يعني تقديرك كيف يمكن أن تقيم تعامل هذه السلطة مع الوضع البيئي في صفاقس وهذا العجز الذي تقريبا استمر لمدة عام ونص عن حل هذه الإشكال؟ هو تقريب الحكاية ما تحتاج لبرشة توصيف ولا برشة تحليل. أنت تشوف كل ملف يطرح ما يلقى حتى حل، تخليها كاكا ويقعد يذوب وتطبع معاه الناس بتبيعتها وكهو. فأما يعاود تلقى عنده إرهاسات كل مرة، هو يعاود عنده نوبات فك الملف هذاك ويعاود يرجع للسطح ومن بعد يعاود يغيب على الأنظار خاطر ثم ملفات أخرى. فحتى ملف ما وقع طرحه وقع تناول متاعه، وهذا يعود إلى طبيعة الشخص اللي يحكم، لأنه ما نجموش توا نتحدثوا على أنه فريق عالجة وكذا، ثماش فريق، وهذا طبيعة الشخص. الشخص يظل في تعامله مع الأشياء ماخذ هالمسافة هذه الكل، ومش تجريح،
اللي باش نقوله يعني يشهد الله موش تجريح، وإنما هذا هو الاستنتاجي أنا الشخصي ممكن نكون غلط فيه. كما تراه أنه إنسان يدخل للتعليم العالي ويقع 30 سنة وما يعملش تاز برا بركة توجي تو كذا تو كذا، كما يتعامل مع المواضيع اللي هي بتاعت اليوم وعنده السلطة وعنده الشأن العام في يده. خليك هيك سياسة تصدير المشاكل بتاع قيس سعيد واتهام المعارضين بأنهم وراء تقريب كل أزمات البلاد، احتكار مضاربة، هما اللي حرقوا الزبلة، هما اللي طلعوا حرقوا جبل، اتهام يعني تصدير هذه المشاكل من قيس سعيد تعتبره سياسة وإلا تعبير على فشل الرئيس؟ لا، تعبير على الشخصية متاع الإنسان. وقت الإنسان عنده جانب من الشخصية متاعه اللي هي فين بارانويا، بارانويا هو أنه نبدأ متعدي أنا في الشارع ورا كهربة واقفة يظهر لي الكهربة ذيك قاعدة تتبع فيها تتجسس علي. بارانويا أنه ديما المحيط الكل نعتبر أنه ثم خوف منه ثم مصدر متاع قلق منه وأنه مستهدفني، وهذاك علاش معناها يعني هو المفروض الإنسان اللي في السلطة منكب على مباشرة مشاكل الناس ومش مهتم بالناس الأخرى اش تعمل، يعني اللي تعمل فيه ممكن تجي تقارير إذا كان فيها حاجة مدعاة حقيقة للخطورة. واللي تبدأ طبيعة البشر بالشكل هذايا فحتى كالتقارير يولي تلعب بها، ثم ناس اللي تمد بالتقارير تولي بيدها تحب توجه وتذكي الأمور. يعني دخلنا في منطق اللي هو منطق غريب اللي قاعد نقول فيه راهو نقول فيه بمنتهى المسؤولية وعارفش قاعد نقول ونعتبره أنه خطير جدا على الواقع تاعنا. رغم ذلك رئيس الجمهورية اليوم تقريبا قاعد يستكمل في بناء الشاق في بناء الدستوري في تركيز المؤسسات بدءا بالاستفتاء مرورا بدا بالاستشارة الإلكترونية عفوا مرورا بالاستفتاء انتهاء اليوم بانتخابات 17 ديسمبر 2022. يعني علاش المعارضة ما هيش مساهمة في هذا البناء الدستوري، وعلاش انتم خليتوا البلاصة فارغة في الاخر لرئيس الجمهورية ليستكمل بناء دستوري وحده؟ هذا البناء اللي تحدث عليه الساعة يعني ثم جانب تاع في سؤالك مبطن بتهكم ما يغيبش على السادة النظارة، لكن الشيء اللي مبني توا هو القصور متاع الرمل اللي أول هبة باش تطيحهم. قصور الرمل هذوما علاش؟ لأنه هذا ماهوش بناء دستوري، ماهوش بناء مؤسساتي، يعني تغيب عليه أي المبادئ متاع التوازن اللي مفروض أن يكون موجود ويصور يعطي صورة لنظام حكم. عرف نظام الحكم ينجم يختلف من نظام حكم ملكي دستوري إلى نظام شمولي، لكن عادة فالأنظمة هذه فما كل حد معروف المكان متاعه والدور متاعه من المؤسسات اللي موجودة في الأنظمة هذه الكل. فهنا ثم استئثار شخص واحد مش مبالغة، هذه اللي ما هوش مقتنع يشد الورقة نتاع الدستور ويقراهم الورقات تو يشوف أنه الشخص هذاك هو المصدر والمرجع. لكن الأغرب من هذا كله هو شخص لا مسؤول irresponsable، لأنه مسؤول شنو هو؟ المسؤول هو الذي يسأل. هنا احنا قدام حالة متاع شخص اللي يقول لك نصا لا أسأل عن أفعالي لا وقت مباشرتها لا بعدها. فكيفاش الديمقراطية نجم تقوم على أنه شخص لا مسؤول، في حين أنه أصل الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب للشعب. فإذا كان حكم الشعب فالشعب من حقه أنه يعطي وكالة ويسأل الشخص اللي أعطاه الوكالة. هنا في صورة الحال الشعب يعطي وكالة بين ظفرين، لكن ما نجمش بعد يقول ايش عملت لي بها. ورغم ذلك هذا الشعب وافق على هذا الدستور ومرر هذا الدستور عبر استفتاء. لا هو الشعب تو شعب، شوف نجم نحملوه إذا كان نحبوا نجلدوه نجم نجلدوه، نجم نحملوه المساوي من 2011 ورد، لأنه ملي تعطات له الكلمة بشكل أو بآخر احنا نقدروا انه الخيارات كانت ماهيش صايبه نتاع الشعب التونسي الله يبارك، او جانب على الاقل من الشعب التونسي. لكن زاد راهو ممكن ان في فتره ما يجي شخص ويستغل اكل كم نتاع الاستياء والغضب نتاع الناس وخيبه الامل الكلها وينجم اكل المراكمه نتاعها الكل يحولها هو الى شيء لسفيته، ينجم يدوم مده معينه لكن بعد يتضح البطلان نتاعو. فالشعب اليوم في الوضع اللي في أنا جازم أنه الشعب التونسي الغالبية الكبرى متاعه مستاء، الغالبية الكبرى منه ما عادش عنده أمل فشخص هذا باش نجم يعملوا شيء ما، وإنما هو غضب صامت لأنه ما هوش قاعد يشوف في بدائل. وهنا أعتقد أنه هذا هو الدور متاع المعارضة اللي كنت حدث على سيادتك، لأنه وهذا من جات المبادرة اللي مازلت كأطلقتها أنا على أساس أنه ارحل يا ولادي، أنتم تختلفوا مع بين بعضكم، عندكم اختلافات قديمة سابقة
وشيء لاحق تو باش يجي بعد، هذا حقكم في الاختلاف، لكن تلتقيوا على حاجة اللي هو لابد من أنه تحفظوا هالبلد هذه، وأنه تدفعوا عليها الخطر مش المتوقع، وإنما الخطر اللي هو قاعد والمحذور اللي وقعت فيه واللي قاعد يصادر يوم بعد يوم في الأمل القادم مش في الحاضر. يعني نحكيه أكثر دكتور على مبادرتك اللي طرحتها في الأيام الماضية، لكن خلينا نحكيه أكثر على المشهد السياسي الحالي، وعلاش المعارضة اليوم ما تشوف كان الجانب السلبي من سياسة الرئيس قيس سعيد. الرئيس قيس سعيد اللي توصف تقريبا وصفته أغلب الناس المساندين ليه في الدور الثاني بأنه شخصية ثورية ونظيفة، وانتم كنتوا من الناس هذوما اللي وصفتوه تقريبا بهذه الأوصاف، علاش ما نتعاملوش معه كشخص ثوري شخص الوضع الفايت في 2011 حتى 2019 واللي ما كانش وضع سليم، ما كناش نعيشه في جنة، كان وضع مريض، كان وضع موبو، كان فيه خلافات سياسية، كان فيه وضعية مالية عمومية تقريبا مدهورة. فبعد التشخيص آمن بأن الديمقراطية التمثيلية ما هيش الدواء الناجع لهذا الشعب، وبالتالي قدم حلا ثوريا من داخل الفكر والمنظومة الثورية، قدم هذا الحل باعتماد الديمقراطية المباشرة. لماذا لا نتناقش في هذه الحلول التي قدمها الرئيس قيس سعيد؟ هو ساعة ما قدمش حل متاع ديمقراطية مباشرة، وثماش لا مجال للديمقراطية المباشرة فيما يقترحه، هو باقي في ظل الديمقراطية التمثيلية. لأن الديمقراطية المباشرة هي أنك تعطي لمجموعة من المواطنين الإمكانية في أنهم يتقدموا بمشاريع قوانين أو أنهم يتصدوا لمشاريع قوانين فيكونوا حاضرين في القرار في وقته، وهذا ما هوش ممكن يعني في الظل الشيء اللي اقترحه قيس سعيد. لكن الديمقراطية التمثيلية اللي كنا في ظلها كانت فيها عيوب. الديمقراطية التمثيلية ما ثماش نظام ديمقراطي في العالم يخلو من الديمقراطية التمثيلية، هي أساس ديمقراطية. لكن المشكل متاع الديمقراطية التمثيلية في تونس كان فيها عيب كبير ياسر. العيب أكبر عيب فيها هو أنه السماح للمستقلين بالترشح. أنت تحب تبني ديمقراطية، يعني شو معناه؟ تحب تلم الرأي العام الوطني حول أفكار وآراء ومحاور، يلتقيوا ناس مجموعة من الناس حول توجه معين. إذا كان أنت تخليهم مشتين وتعطيهم الفرصة باش يتشتوا وما تدفعهمش نحو الالتقاء، يعني تخلي باب الترشح نتاع الأفراد، فيقول لك أنا في علاش ننتمي إلى حزب؟ فوصلت ناس، تعرف وصلنا قرابة 220 حزب في البلاد، ورغم ذلك ما زالت ناس تلقى المجال أن تترشح وحدها. يعني فهل 220 هذا ما لقيت ولا واحد يعني يا سيدي ما تقربش منه 100%؟ يستحيل. هو إنسان ينتمي إلى حزب وما هوش فيه 100%، عنده اختلافات دائما، هذاك الاحزاب تلقى فيها طيارات تاع اختلاف. لكن انت الاحزاب الكل موجوده وتلقى المجال باش تترشح وحدك، ايش معناه؟ معناه هو انك انت تحب ثم نرجسيه وحب ظهور او بروز، او ما تحبش تلتزم بالنواميس والضوابط الحزبيه، وهذا خلى انه الاحزاب ما تبناتش، خلوا ان منظومه الثوره ما نجمش تبني اي حتى حزب بالمعنى الصحيح. وهذا يسمح كذلك لحركة النهضة بأنها رغم اللي هي أقلية وازنة صحيح، مش أقلية متاع 2 ولا 3 ولا 4%، وإنما أقلية اللي هي ما بين 15-20، فما حتى في بعض المحطات كانت توصل 22%، لكن أقلية كمان خلتك الأقلية ديك تحكم في الأغلبية. فالأقلية كانت تصوت بشكل منظم وملتزم قدام أغلبية اللي هي رافضة هك الأقلية ديك، لكن مشتت. شنو ينجر عنه هذا؟ ينجر عنه أنه بعد الانتخابات يلقوا الناس اللي ما همش معك الأقلية هذيك رافضين لك الأقلية اللي هي قاعدة تحكم، وفيهم عندهم استياء وعندهم مرارة ما العملية الديمقراطية بيدها. هذا هو. فكان يعني لو كان حبينا أنا وقتها كان تم زوز حويش أنه ما الترشح يصير كان الأحزاب، تفضل أنت سيادتك هالأحزاب ما عجبتكش أسس حزب على روحك وترشح. الحاجة الثانية كان لابد من الالتزام بأنه في ظل الدستور اللي كان قائم أنه رئيس الأغلبية ما يكون كان رئيس الحكومة هو اللي رئيس الأغلبية. التحيل هذا اللي صار، وهذا مع الحكومات الكل، هو اللي أضر بالعملية بكلها وخلاها أنه عملية فاشلة وما عطتش الثمار اللي كانت الناس تنتظر منها. هو ما تشوفش دكتور أنه مش المسألة السياسية فقط أضرت بالديمقراطية، إنما أنه الديمقراطية هذه لم تحقق للشعب رفاها اقتصاديا واجتماعيا طالب به أيام الثورة، يعني لم تحقق له تنمية ولا تشغيل، وبالتالي خلينا نكون في لحظة شعبوي، يعني ماذا حققت هذه الديمقراطية للشعب؟ هل
أطعمته من جوع، هل أمنته من خوف؟ هذه الديمقراطية لم تقدم له شيئا في الذات. أنا متفق معك تماما، ذلك علاش وقت اللي كانت فما فترة وقت تسمع الصراعات السياسوية، نسميها السياسية لأن السياسية تصير على أفكار وعلى طرح، وأنا سياسوية متاع قيل وقال وكذا، كنت أقول المشكل في البلاد هو مشكل اقتصادي. ومشكل اقتصادي علاش ما قعدتش معالجته؟ على خاطر هالناس اللي تجي للسلطة تجي بموالاة راضي عليه كذا، ما تجيش ناس علاش رئيس الأغلبية اللي نتحدث عليها، رئيس الأغلبية يعني رئيس فكر وتوجه ورؤية وخيارات ويحاسب عليها. هنا لا فكر ولا توجه ولا خيارات، يجي طول مباشرة الإنسان يطرح نفسه وكيك ما نعرف عليه حد شيء لأنه زكاة فلان ولا الأخ لنفذ طرف معين حطه في السلطة ومنتهى الأمر، وهذا يتلقى بعد الأثار متاعه الكارثية علينا. نرجع للمسار السياسي نتاع قيس سعيد. قيس سعيد تقريبا اليوم على أبواب محطة انتخابية مهمة في تاريخ بلادنا، هي محطة 17 ديسمبر. أنتم مقاطعين هذه الانتخابات طبعا، إذن أنتم خايفين من اختبار الشعب كما يقول الرئيس قيس سعيد؟ لا، لأنه أنا حبيت نرجع لخطتما جانب مهم في السؤال بتاعك السابق اللي هو قيس سعيد وانتمائه للخط الثوري. نعم، وهذا هو كان الأمل متاعنا. إحنا الأمل متاعنا في انتخابات 2019 هو كان أملنا أنه قيس سعيد بالشعبية اللي وصل بها وبالثقة اللي نالها أنه يكون قادر على لم النفس الثوري. ووقت اللي مشيت باش نقابله في قصر قرطاج بل الفكر هذا باش نطرح عليه على سات أنه يكون لم، لقيت أنه القدرة على الإنصات اللي ما كنتش نعرفها بخط ما كنتش ممارستوش شخص يعني قبل شفته مرة وحيدة قبل الموعد هذاك، أدركت شيء مفزع، هو أنه الشخص هذا ليست له أي قدرة للإنصات، أي قدرة للإنصات. وتراها اللي أنا استنتاجي كملاحظ وكمراقب للتصرفات قيس سعيد أنه قيس سعيد يعتبر نفسه أنه يعرف، عنده العلم المطلق والمعرفة المطلقة، فوقت يمشي ويقابل الناس ما تسمعش أنه الإنسان ينصت، يسمع خاطر المسؤول هو القدرة على الإنصات. نعم. بعد القرار أنت بيدك القرار، أعمل قرار كما تحب تحمل مسؤوليته، أما قبل ما تصير قرارك تسمع هذا وهذا وهذا، هو وين تراه هو يجي يدرس على العباد، مشى لجامع الزيتونة ولا يدرس عليهم في الدين المشايخ، مشى للسبيطار ولا يدرس مفروض باش يسمع المشاكل متاع الناس ومتاع القطاع الصحي الناس اللي تمارس، ولا هو ماشي يدرس عليهم يعني إذا كان أنت تعرف في شيء أصلاً ليش أنت موشد بلاستيك. وهذا اللي خليك تقول أنه ربي يحمي تونس بعد ذلك اللقاء؟ لا، هو اللقاء ذاك كان بعد مع سسمو مع سي الجملي، هذا كان ربي يحمي تونس. أما مع قيس سعيد تلفت بالطبيب المستشار بتاعه قلت له علمه يسمع، قال لي سي بالطبيب نعم، قلت له علمه يسمع، قال لي هذا رأيك يا أخي سي بالطبيب ما فاتش جمعتين واستقل هو بيده. فمع الأسف هذا هو المشكل الأساسي. هي 2019 كانت فرصة تاريخية الحقيقة، لو كانت عند الشخص المناسب كان ممكن أنه يتغير وجه تونس. نعم، نرجع للمسار الديمقراطي وانتخابات مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر. يعني موقفكم أنتم هو المقاطعة والرئيس يتهمكم بأنكم خايفين من الاختبار الشعبي. هو الانتخابات ما عندها حتى معنى متاع 2019 متاع 2022 متاع التأسيسي متاع القوة التأسيسي متاع البرلمان هذا. علاش ما عنده حتى معنى؟ لأن وقت تقرأ الدستور وتشوف الصلاحيات عندهم حتى صلاحيات، يعني ناس بتجي باش تاخذ بلايس باش تستقطب الناس اللي عندها تحب تحصل الوضعية الاجتماعية متاعها، لأنه المشترط على أنه كل واحد يمارس يتخلى عن النشاط متاعه السابق. فوكهو وانتهى الأمر، الصلاحيات معدومة والسلطة في يد شخص واحد، فهما اللي عندهم لا نظر على نشاط الحكومة ولا تقييم ليه ولا معارضة ليه ولا يعني كله زي انتما نابع من صلاحية مجلس النواب الشعبي اللي تقريبا يسيطر على الرئيس قيس سعيد، يعني مش اعتراض مبدئي. لا، هو اعتراض مبدئي على الانقلاب ساعة الانقلاب انقلاب، تعرفوا كان ثم أربعة من الناس في تونس، الناس كل قالت انقلاب، حتى الأحزاب اللي تعرف الأيامات الأولى قالت مسار وتصحيحي ودرس ورجعت أغلبها. لكن ثم الشخصيات القانونية اللي موجودة في الجامعة وخارج الجامعة الكلها قالت انقلاب. الأربعة من الناس، الأربعة من الناس هذوما ثلاثة منهم رجعوا على كلامهم توا ليوصف في بانقلاب، وشخص آخر توارى على الأنظار مانيش عارف عليه شنو رأيه، فثم إجماع على انقلاب.
ثم انقلاب هذا لم يحقق شيء. لو كان انقلاب وانطلق إلى حاجة أخرى، حاجة اللي فيها أمل، يعني بناء ديمقراطي، لما شمل الشعب التونسي، تحفيز الشعب التونسي إلى شيء ما، مبادرة وبناء شيء ما، مثالش شو شنو انت غذا ساعات قال الاخر اخر الطب الكي تعمل حاجه باش تغير بها مسار معين. يمكن الانسان نجم محظور لكن نجم يرضى به، لكن هاك تشوف الحاله عمال الى ما هو سيء واسوا. وعندنا خاصه تجربه قدامنا، التجربه المصريه، عندنا التجربه المصريه اللي اتحس ما فما واللي مشينا على خطاها في كل شيء. غادي حكم العسكر الله يبارك، لكن الخيارات والتوجهات وكل شيء هو بيده، والإملاءات نتاع صندوق النقد الدولي هي بيده. وتوا مصر وتعرف اللي دخلت تحت الكوميسيون المالي، يعني مصر توت المالية نتاعها تحت مراقبة الإمارات والسعودية وإسرائيل وأمريكا والبلدان الغربية، وإحنا وتدهور ريت قيمة العملة نتاعها. إحنا توا نهارين بدأ ثم انزلاق للدينار التونسي، إن شاء الله ما يتوصلش لأنه باش نفقره بشكل رهيب، والإملاءات اللي موجودة. هذا خلينا نمهدله بسؤال دكتور. اليوم المعارضة تحكي على الانتخابات وتشكك حتى في نزاهة الانتخابات حتى قبل إجراءها، يعني هالتشكيك هذا نتاع المعارضة اللي هو ربما سابق لأوانه وما يحلوا على أساس أن المناخ الانتخابي مناخ غير نزيه، سواء كان بتعيين هيئة انتخابات غير مستقلة وإلا بالمناخ العام الموجود في البلاد اللي هو يقصي المعارضة وينتهك حرية التعبير وينتهك حرية الإعلام. هالتشكيك ما عندوش انعكاسات على المستوى الدولي، تشكيك في انتخابات ينتظرها المجتمع الدولي، خاصة وأن صندوق النقد الدولي اشترط الإمضاء على الاتفاق النهائي مع الحكومة التونسية حول قرض ب 1.9 مليار دولار في ديسمبر، أي إثر انتهاء الانتخابات. أنا في اعتقادي أنه اليوم المعارضة لازم تخرج من موضوع ردة الفعل، يعني قاعدة ترد في الفعل قدام شيء ما. المعارضة لابد أن تبادر وتأخرت في المبادرة، وكنت اقترحت قبل مبادرات على الخيان، ما كنتش موجود في تونس لكن اقترحت مبادرات، ما الناس يعني عندهم جانب التحفظ ونجم الخوف. اليوم لابد أنه تكون ثم حزم وتكون مبادرة اللي هي هذه متاع ارحل اللي احنا مقترحينها. والسيد اليوم إذا كان احنا فاهمين ومتفقين قطع النظر على الجزئيات هذه نتاع انتخابات، متفقين على انه السيد هذا هز البلاد مش الى الهوي، هي في كانت على شفا حفره ودزها في الحفره، وانه كل يوم يزيد السيد هذا في السلطه كل يوم البلاد هذه ماشيه بعد باش تعاود تقوم باش يحب لنا قاضي فاس. يلزم نتفقوا ونلتقي حول رحيل الشخص هذا، قاعدين نقولوا فيه على الملأ، مانيش نتامروا في الغرف المظلمه كما يقولوا، نقولوا فيه أنه العملية تكون عملية سلمية وهذا يسمح به الدستور. قاعدين ندعيه في الناس أنهم يثوروا على هالوضع هذايا في جهاتهم، وين هما لكيران تهز ولكيران تجيب، يعبروا لأنه اليوم قاعد مصادرة لحذرهم مستقبل أولادهم. خلينا نحكي على تفاصيل هذه المبادرة كيف بدأت تحكي عليها أنت. يعني تفاصيل هذه المبادرة تقوم فقط على الاتفاق على ضرورة رحيل هذا النظام، تقريبا هذا تقريبا متفقة فيه المعارضة الكل. لا ما يعني من مختلف في المواقع، هناك الآن جزر نتاع معارضة، نحكي على الخماسي، نحكي على جبهة الخلاص، نحكي على الدستور الحر، نحكي على حزبكم وأفاق تونس وغيره، تقريبا اليوم اقتنعوا الكل بضرورة رحيل هذا النظام وغلق قوسه باعتباره أنه هز البلاد إلى الانهيار الشامل. لكن شنو الآليات نتاع هذا الرحيل؟ يعني شنو يلزم لتحقيق هذه المبادرة؟ الشعب خرج في الشوارع منذ سبتمبر 2021 وطالب الرئيس قيس سعيد بالرحيل، لكن شنو الدور المنوط بعهدة النخبة السياسية لتنفيذ مثل هذه المبادرة؟ المبادرة يلزمش تكون حزبية فقط، يلزم تكون فيها المنظمات المهنية، جمعيات، شخصيات الوطنية، يلزم تكون شاملة وعامة. يعني هي بمثابة الشارع خرج، ولابد من دعمها بخروج الشارع بشكل سلمي وشكل متواصل سيتينج وعصيان مدني إذا كان اقتضى الأمر. يعني اليوم بشكل جدي الناس هذه كل تتفق مع بعضها في أن واحد على هذه النقطة، مش كل حد وحده، تتفق في أن واحد على هذه النقطة مع اختلافاتها، معناها تقول بصريح العبارة أنها مش راضية على بعضها ومش متفقة مع بعضها، وأنه عندها خلافات سابقة وخلافات قادمة وهذا حقها. وإنما تتفق على أنه فما انتهى زمن قيس سعيد، تطلبوا هذه نهايته، و
عودة جميع المؤسسات الموجودة اللي حلها قيس سعيد مع يعني المؤسسات الدستورية نقصد، اللي هي اللجنة هيئة مراقبة دستورية القوانين في غياب المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، اللجنة المجلس الأعلى للقضاء والهيئة المستقلة للانتخابات. ثلاثة هذوما يعودوا باش يضمنوا الانتقال للمرحلة القادمة، إعلان الشغور، ثم يتفقوا المكونات هذوما على حكومة تصريف أعمال من التكنوقراط اللي ما يترشحوش، الإعداد الهيئة المستقلة للانتخابات تعد الانتخابات رئاسية سابقة لأوانها، يجي رئيس المنتخب هذا يكون حكومة تصريف أعمال حتى يجي انتخاب برلمان اللي يسبقه استفتاء. الاستفتاء هذا أي دستور تحبوا، دستور 59، تحبوا دستور 2014، تحبوا دستور اللي عملته مقترح اتحاد شغل واللي هو خرج من يعني بمقترح من مع تونس الدراسات السياسية، وإلا دستور آخر جديد، 1-2-3 يختاروا الناس على ضوء هذاك يقع الانتخابات متاع البرلمان. هو تقريبا العقدة في الحديث نتاعك سي لطفي هو هذا الاتفاق على البرنامج البديل، يعني شكون الجهة الشرعية اللي تمتلك الشرعية القانونية والدستورية لإعلان الشغور مثال؟ هل نرجعوا البرلمان القديم؟ هل لا كيفاش لا. نعم؟ لا لا نعم، هو الشرعية اللي قام عليها قيس سعيد ما هي شرعية الانتخابات 2019؟ نعم. لا شرعية الانتخابات وفات 25 جويلية 2021، هذيك وفات شرعية الانتخابية، خاطر 21 جويلية قال بأنه خرج الناس وطلبته فهو ألغى القسم متاعه على دستور 2014، على دستور 2014 فألغى بإلغاء القسم ألغى الانتخابات اللي جابته. نعم. وتحول إلى وضع جديد، الوضع المناشدة الشعبية لحتى التوصيف غادي ما عادش. نعم. فبش يصير باراليليسم دو فورم، معناها باش يكون الشكل تم توازي في الإجراءات. جابتك أنت ما تعتبر أنه الشرعية 25 جويلية هي اللي جابتك، هاي شرعية أخرى نفس الشرعية هي اللي هي شعبية، لأنه هذوما كلهم يمثلوا الشعب. هذا الشعب فاش متمثل؟ متمثل في هيئاته، في لي كورز انترميديير نتاعو، في الاجسام الوسيطه الكل. نعم. هذا هو اللي الشرعيه المقابله. ولكن شنو الاختلاف بينه وبين المبادره اللي عرضتها جبهه الخلاص الوطني باجراء حوار وطني شامل وينتهي بمخرجات تكوين حكومه انقاذ وطني تعد الانتخابات الرئاسيه وتشريعيه سابقه لاوانها، يعني شنو الاختلاف بين مبادرتكم ومبادره موجوده اليوم على الساحه؟ هذيك المبادره نتاع الحكومه هذيك كانت مبادرتي. نعم. مبادرتي من زمان يعني، وتأخروا في أنه حتى تحولت إلى واحدة عندها قداش، ثم الناس اللي متابعة وتعرف عن كثبة هذيك بدرت بها من بعد الانقلاب بمدة، وخافوا على أساس أنه بتخلق شرعيتين وما إلى ذلك، لأنه كان فما انقلاب، التعاطي مع الانقلاب ما كانش جدي وما كانش حازم وما كانش هناك حقيقة. الديمقراطية في تونس ما لقاتش شكون يقاوم من أجلها بشكل شرس، لأنه النواب سكروا البرلمان مشى قالوا له بنروح شد دارك، مشاو شدوا ديارهم، يعني ماهوش النواب ما كانش عندهم وكالة شعبية كما الوكالة بتاع قيس سعيد. هما يا أخي اللي تحدث على فساد الناس شكون ولا فاسد فيهم؟ هيا تو اليوم مش وينهم مش وينهم ما مفاسدين هما؟ اش بيهم في ديارهم؟ هاي اش بيهم يثبت عليهم حتى شيء النواب هذوما؟ يعني أكل الاستماتة في الدفاع على مبدأ وعلى قناعات هي اللي خلت اليوم لابد أن الناس هذه تلتقي، وما عادش مجال للحوار توا. توا نلتقي على نقطة، ما لا تحاورني لا نحاورك لا تضيع لي وقتي، عندنا 15 يوم المبادرة مدتها، لازم تكللوا بعد 15 يوم برحيل هذا الشخص. وبديتوا انتم في تفعيل هذه المبادرة بدينا بالاتصالات السياسية بالاتصالات. وشنو ردود الفعل سي لطفي؟ ثم اهتمام ثم كما بعض أسألك من نوع اللي طرحتهم أنت يعني توجس نوعا ما، لكن ثم اهتمام. يعني بديتوا الاتصالات مثلا بالخماسي الديمقراطي الاجتماعي؟ أنا توا معنا تسمح لي أن نجمش نبيح لك، ما تعرف الحساسية اللي موجودة. نعم. قل لك اتصلت بفلان وما اتصلتش بي أنا قبل. نعم. وتصلت. نعم. كذا. نعم.
واضح نتفاهم هذا الموضوع. نجيو للاتفاق نتاع صندوق النقد الدولي والخيارات الاقتصاديه والماليه نتاع حكومه بودن. اولا كيفاش تقرا؟ ربما اليوم عندها عام تقريبا نجل بودن على راس الحكومه بمقتضى الامر 117 او 109 في فتره ثانيه، يعني كيفاش تقيم ربما عمل هذه الحكومه طوال هذه الفتره؟ هي يعني نجل بودن بمقتضاها المراسيم والدستور، يعني هي موظفه كاتبه عند قيس سعيد، يعني مش اكثر، يعني ما دام الحكومه هي تنفذ قرارات الرئيس، يعني شنو دور؟ مش رئيسة حكومه، هي نجلة بودن هي اولى الوزراء، مش وزيره اولى، اولى الوزراء، يعني فقط، حتى انها ماهيش مسيطره على الحكومه بتاعها الكل، يعني ما تراهاش هي تعطي في توجيهاتها ولا تستقبل في وزير الداخليه ولا وزير الدفاع ولا غيره باش تعرف شنو يعملوا كذا. دونك هي من جمله الوزراء، يستقبلها الرئيس كما يستقبل الاخرين، والرئيس اللي كان مولع حتى بالمجلس الوزراء ما عادش يعمل فيه دارت النفحه نتاع مجلس الوزراء. وتشوف يعني ما نجموش تحكموها مدام بودن، الحاجه الوحيده نعيبوا عليها وجودها في المشهد وكهو، ما فماش حاجه اخرى. الحكومه دي رغم ذلك، رغم هذا القصور اللي كنت تحكي عليه، توصلت مع دلائل وبعد كدح الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. هو اتفاق اولي بين خبراء صندوق النقد الدولي وخبراء التوانسه الى اتفاق بمقتضاه يتم ربما الامضاء في ديسمبر على اتفاق نهائي بمقتضى تتحصل تونس على 1.9 مليار دولار. هل تعتبر أن الاتفاق هذا اذا صار بطبيعه فرضيه انه صار يمكن ان يحل ازمه الماليه العموميه، خاصه وان تقريبا البلاد ما زالت مستباحه للسلع الاجنبيه ولا الى التصدير العشوائي؟ يعني 1.9 مليار دولار على 4 سنوات. نعم على 4 سنوات بمعادل 500 مليون تقريبا كل عام. هذو ما يغطيوش الكلفه نتاع جبن الحبوب، تاع استيراد الحبوب ما يغطيوش الكلفه نتاعها، فما بالك ثم مدين باش يتسدد وغيره. هذو ما كيما يقول الفرنساوي سي ترو بو ترو تار. و توت فاسون تونس دخلت لها فلوس، ما هي فلوس، والفلوس اللي كان الرئيس يتهم في الناس اللي كانت في السلطه على اساس حطتها في جوبها، وتبين انا ما حطيتهاش في جوبها، هي حطتها. وين مشات الفلوس؟ الفلوس مشات في جوب الناس اللي سلفوهم لنا، خاطر الناس اللي سلفوهم لنا مشينا احنا من شراء اخرى وشرينا بهم السلعه نتاعها. سوق مستباحه كما قلت انت، فالسوق هذيك السلعه اللي جات هذيك الاجنبيه طردت السلعه نتاعنا المحليه. وقت اللي طردت السلعه المحليه خلات النشاط الاقتصادي نتاعنا والصناعي ينكمش، وخذت هي السلعه هذيك المكان. فولينا احنا نخدموا الطرف اللي نصوروهم نعطيهم للاجانب وخرج باش نخلصوا بهم الديون هذيك. فهم شنو ربحوا؟ هما الاجانب ربحوا انه وقت اللي سلفونا بفايض اللي ما كانش موجود عندهم في بلدانهم، وهم وصلوا فايض حتى سلبي في بعض الاوقات. ربحوا انه نشطوا المؤسسات نتاعهم، هما نشطوا يعني سوق العمل نتاعهم، قوم البطاله وحق النمو، واحنا ربحنا المديونيه وربحنا البطاله وربحنا التضخم المالي المستورد من درجه قيمه العمله. هذا النتيجه اللي وصلنا لها، ومن سنوات يعني كان مفروض. وهذا ما عنده بشيء معناها الاجراءات اللي موجوده اليوم واللي تحدثوا عليها على اساس انها اصلاحات مؤلمه، هي في الحقيقه لغو، وهي كلها ضرر وكلها التبعات نتاعها وخيمه علينا. واللي يحس في نفسي ان وقت اللي نسمع الناس تتحدث نقاط في لغو وتتحدث على اشياء لا علاقه لها بالاقتصاد وبالحلول اصلا، يعني وقت اللي يجي يحطوك اليوم على موضوع الدعم. نعم. يعني انا توك سي عامر كي نجي انت المواطن التونسي اليوم تاخذ في الباكيت 190 ملي. نرفع عليك الدعم ونقول لك يا سيدي اعطيني دينار في الباكيت. كي تعطيني انت دينار في الدوله ما معاش دعمك انا. زعمك الدينار اللي ناخذه من عندك نجم نهزه انا للمنتج نتاع القمح لبرا ونقول له هاو دينار واعطيني به قمح، باش يقبلوا عليا الدينار؟ باش يقبلوا عليا؟ ما يقبلوش. نعم. فشنو موضوع الدعم؟ شو موضوع الدعم؟ شو علاقته؟ المشكلة الأزمة اللي موجودة في تونس ماهيش موضوع متاع دعم، لأن الدعم يصير بالدينار التونسي والدينار التونسي تصدره الدولة التونسية
وتنجم تصدر منه قد ما تحب خلافا لما يعتقدوه جماعة اللي يسخالوا يفهموا، على خاطر عادة الكلمة ما هو تعرف ديما المفاهيم السطحية هي لا تنتشر. الكلمة السطحية هو أن قد ما تحط تضخ فلوس يتخلق تضخم مالي، راهو ما هوش كافي. تضخم المالي باش يتخلق يلزم آلة الإنتاج تكون في أقصى قدراتها والتشغيل في أقصى قدراته، يعني ما يعبر عنه بالفليكسيبيليتي دو لوفر ولا إلاستيسيتي دو لوفر معاش موجود. يعني مرونة العرض، يعني نجي نقول لك أنا مثلا اليوم أنت حاجتك بكرسي، نعم، تولي تحب على كرسي آخر ثاني، عندك فلوس تحب على كرسي ثاني، والسيد يحب على كرسي حتى هو زاد ثاني، لكن المعمل ما نجم ينتج كان كرسي واحد في النهار، وانت تحب الكرسي لنهارتها، ما نجمش. واللي ايش يعمل؟ يغلي عليك سوم الكرسي. علاش؟ على خاطر آلة الانتاج في اقصى قدراتها، وهو مثلا كانك الشخص هذاك يخدم، فماش واحد بطال اخر باش يزيد يخدمه معاه. هذا اللي انطبق على تونس. فموضوع هذا الدعم موضوع مغشوش، سواء في المواد الغذائيه والا في المحروقات لا علاقه له. وزيد التبعات نتاعه في المحروقات، الناس تنسى انه الدعم 4-5 نتاعه يمشي للمحروقات، والثلثين نتاع المحروقات يمشيوا لاله الانتاج. فغدوه وقت انت باش تغلي في اله الانتاج، فانت غليت على المواطن كيف كيف، خلقت تضخم. فالموضوع نتاع الدعم ماهوش موضوع نتاع توا، فيه جوانب نتاع ديستورسيون دي بري، لكن جوانب ثانويه ماهيش نتاع النظر فيها في الوضع هذا. الوضع هذا يقول لك شنو طالب صندوق النقد الدولي. لا سمح لي دكتور، لانه المهمه اللي طرحته توا، يعني تعتبر ان موضوع الدعم موضوع مغلوط، والا موضوع الوقت نتاعو مش توا حلين، موضوع ثانوي، موضوع ثانوي لا علاقة له بالمشكل الاقتصادي لتونس، رغم أنه هما المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي. جست ما خطر صندوق النقد الدولي شنو هذوما؟ هذوما مش فهمي، مش حاطين في حسابهم وما يهمهمش أنه البلاد هذية فيها زوز اقتصاديات، وكأنها فيها زوز اقتصاديات خلاف البلدانهم، بلدان الغربية. بلدان الغربية إيش عندهم؟ عندهم عملة واحدة في البلاد، العملة هذيك يدوروها بيناتهم، يشتروا بها بين بعضهم ويشتروا بها في الخارج. احنا عندنا عملتين في البلاد، عندنا عملة نشريو بها بين بعضنا، وعندنا عملة ثانية اللي هي نعملوا العملة الصعبة يعني كالسلة هذيك نشريو بها في الخارج. فالنظريات الاقتصادية والفكر الاقتصادي ماهوش موجود في الكتب ينطبق علينا احنا مباشرة، ثم اختلاف عندنا هالخصوصية دي اللي لازم نحطوها في ديما في بالنا. فوقت يجيو يقولونا والله انتم راه عندكم برشا موظفين مثلا، ولا يجيو الدولة تقول احنا ما نخدمش على خاطر فلوس. لازم أنا اليوم المعلمين النواب اللي ما خدمتهمش، الدكاترة المعطلين على العمل اللي ما خدمتهمش، المستشفيات اللي مخليهم غير إطارات، الأمن اللي مخليهم غير إطارات، القضاء اللي مخليهم غير إطارات، الكل هذاك حيف في حق نفسي كدولة. علاش؟ لأني أنا نجم نخلص نعطيه دينار تونسي، دينار التونسي اللي باش نعطيه له للمواطن هذاك اللي كان بطال باش يدور في جيبه وعاود يرجع لي، باش يستهلك بيه وعاود يرجع لي، باش ينشط لي الاقتصاد ويعاود يرجع لي لي انا كدوله، خاطر كله ضرائب هذاك باش يعاود يرجع لي. فانا المستفيد. فاليوم قاعد نعطلوا في رواحنا بالفرق، وماهوش في خلق لي تضخم، وحتى لو كان خلق لي حتى نصيب من التضخم محدود لا معنى له ولا اثر. الشرط الثاني صندوق النقد الدولي هو مساله اصلاح المؤسسات، تعبير دبلوماسيه، ولو انه الظاهر انه ماشيين في بيع بعض المؤسسات العموميه. يعني تقديرك انت هل هو حل ايضا لانقاذ الاقتصاد اللي تقريبا بدا يظهر كانه منهار لحد الان؟ هو قاعدين يلطفوا فيها على اساس انه مشاركه او دخول نتاع راس مال اجنبي في المؤسسات هذه. لازم نشوفوا ساعه المؤسسات هذه راهي مؤسسات اللي هي في وضعيه نقولوا سيتواسيون دو مونوبول، يعني في المجالات نتاعها تختص بالنشاط. نقولوا ستير تختص بتكرير النفط، نقولوا لارنتيا تختص بالتبغ، وقيس عليها. المؤسسات اللي تختص تلعب وحده، معناها يلعب وحده وطلع خاسر. ريك هاش دي عمرك شريتها جدش على عقل. علاش طلع خاسر؟ طلع خاسر على خاطر هو قاعد يهز عبء الدوله على كتافه، على خاطر هو يجبد يتحمل فك الدعم اللي تعطي فيه الدوله وما يرجعلوش، ما يرجعلو شيء. تو تاع دخان تو معناها المنطق ينجم يقبل انه انسان يكرف النفط ويطلع ولا ستيك تطلع خاسره، كيما خاطر قاعد يبيع في شيء يبيع فيه في اقل من قيمته،
أو يبيع فيه بقيمته، لكن للدولة اللي مش قاعد ترجع له في النصيب متاعه. فماهيش مؤسسات لفلسة، هي الدولة لفلسة. هذا مهم، نقطة هامة. اليوم غدوة كيفش ندخل أنا الأجنبي هذايا، شنو باش يصير؟ مؤسسات باش يقع الخوصة نتاعها، ما عادش تتحمل الدعم أو تتحمل العبء مع الدولة، تولي عندها كانت الصيغة الربحية نتاعها، وباش تحققها كما حقوها وزين السيمان اللي باعوهم في عقد في عهد بن علي، كانوا خاسرين ولا بس عليهم. لكن الفلوس نتاع الربح وين مشات؟ يهزوهم جماعة بالفريجات ويخرجوا بهم لبرا، يحول العملة، ما باش ياخذوهم المرابيح نتاعهم بالعملة الصعبة وتخرج علينا. أخي مرابيح باش تتضخ في الاقتصاد الوطني أبدا، باش تخرج لبرا. فهذا نحبوه، يعني يروا المؤسسات هذه لازم الشعب التونسي يتفكر أن هي كانت نتاج فترة نتاع تضحيات نتاع الشعب التونسي في الستينات والسبعينات، راهي ما جاتش من عدم المؤسسات هذه. بمعنى أنه تعتبر أنه بيع هذه المؤسسات هي ميز مش يكون، ويزم إصلاح هذه المؤسسات من الداخل وقيام الدولة بمسؤوليتها. إصلاحها ممكن يا أخي، أنت اليوم كدولة استنزفتها يعني لي سنوات، وانت قاعدة تخدم فيها بالتليفون ألو السلطة السياسية ولا السلطة النقابية ولا غيره، خدم فلان دخلوا بالله دخلوا متاعنا كذا، عندنا احتفال درشنو بربي هات شوية فلوس، هات عطينا الكاسة نتاع الدولة درشنو الدعم، هات ورجعوا لك ما رجعوا لكش، ونخليك حتى تتهرأ آلة الانتاج متاعك تطيح القدرة متاعك. فبتوعد الحال بتولي فما ضرر على المؤسسة وعلى الدولة. يا أخي تو التكرير نفط وقت يستير تاخو كان 10% من قدرة التكرير، وكان جات الطاقة نتاع التكرير نتاعها خير، في ما هو العبء نتاع الفاتورة ينقص صح. هذا كله ما عملناهوش. فاليوم أعطيها الاستقلالية نتاعها، وفي جهد أقطع معها، خليها أعطيها الاستقلالية وخليها تنتعش وحدها. ابعدها أنت تتولي لباس يا دولة، ابعدها تتولي لباس وتتولي تدخلك في الفلوس في الداخل نتاعها. نعم، وقف الدعم، على رفع الدعم، وقف الانتداب في الوظيفة العمومية، وتجميد الأجور، تقريبا هذه المطالب الأساسية إضافة إلى بيع المؤسسات العمومية. مازال الليبرالية يعني رفع الرخص، يعني استباحة البلاد. يعني هالخيارات هذه دكتور اللي هي خيارات غير اجتماعية في الأخير، وعندها كلفة اجتماعية كبيرة على المواطن التونسي. الاتحاد وين من جملة هالسياسات هذه؟ الاتحاد لم نرى له صوتا مرتفعا في رفض هذه السياسات، ولم نرى له احتجاجات واضحة. وقت اللي شفناها تقريبا في العشرية الماضية كان صوته مرتفع جدا، حتى على نية السلطة، يعني على مجرد النية، على مش مجرد الفعل. هي اللي عبروا عليها بالإصلاحات، يعني الإجراءات هذه اللي في تقديري مخالفة تماما للصواب، وكان جات عندها كلفة اجتماعية ومن بعد فيها يعني دواء مر، مسالش نقبلوه. احنا عدينا المرار بسنوات، هو مشى عمرنا واحنا استناو في غد افضل اللي هو ما جاش، مسالش. اما هذه كلها باش تكون يعني باش تعود بالحشاكم بالوبال على الاقتصاد الوطني وعلينا الكل. اش نقول لك، اتحاد الشغل تكلم اخيرا، لكن تكلم بشكل متاخر، لكن ما فاتش الوقت. ثم انا نحس في نبره في اتحاد الشغل تغيرت، وموقف تغير. ان شاء الله حبيتها من الاول انها تكون موجوده بطبيعه الحال، بوصفي من الناس اللي رافضين من النهار الاولاني للانقلاب، لكن تو نشوف انه ثم نبره فيها وعي على الاقل، وفيها ربط الاقتصادي بالسياسي. هو ظاهر كي نقراه حتى موقف الاتحاد، سامحني، تقريبا كي نشر جويه، يعني كل يوم عنده موقف تقريبا الاتحاد منذ 25 جويله لليوم، يعني صعودا ونزولا في موقف. شوف انا رغم اللي معناها ما اخذي على الاتحاد، ما نحبش نكون قاسي عليه برشا، لانه الراعي انه الاتحاد هو زادك ما هو ماله الا في النهايه منظمه مهنيه. مواقف صحيح احنا نعولوا عليه وقت اللي ساعدنا، على الاقل نحبوه يكون عنده موقف سياسي. وقت اللي ما ساعدناش ماذا بينا يكون منظمه مهنيه؟ هو في النهايه منظمه مهنيه. ويلم ناس من طيف مختلف، وعنده خصوصيته، خصوصيته انه فيه ناس من مشارب مختلفه، فيكون ساعات يمكن يحافظ على توازناته هو الداخليه اللي احنا ماناش دائما على اطلاع بها، تخليه يمكن انه المواقف نتاعو ما ترتقيش احيانا. ولي مانيش نحكي على الوضع السياسي، نحكي على الوضع المهني، لانه هذه الاجراءات الموجعه اللي كنا نحكي عليها هي تمس طبقه شغيله في الاخير. لان يعني هذا من صميم مهامه في الاخير، ماهيش مهام سياسيه. صحيح. ما هيش مهام ربما تضر بتوازناته الداخليه، لانه كله قائم اصلا على الدفاع على مصالح منظوريه لهم الاجراء. دونك هو في صميم العمل نتاعو. لكن التصريحات الاخيره اللي سمعتها انا بالنسبه لي مطمئنه، يعني تعتبر أن الاتحاد ربما يكون عنده صوت عالي اليوم في معارضة هذه السياسات اللا شعبية، خلينا نقول. لا ننتظر يكون عنده صوت عالي،
قبل ما يكون في معارضتها في رحيل أسباب متاحها والمدخل متاحها اللي هو النظام الانقلابي القائم اللي هو معناها الأثار متاعه يعني إذا كانت سنوات اللي قبلها كانت سنوات فشل بعد ثورة ومتاع هوات إدارة الدولة من هوات هنا دخلنا في تفكيك الدولة وأنه يعني الدمار اللي بيش يخلفه قيس سعيد عند رحيله بيش يطلب وقت لبس به بيش عاود يتلم إن شاء الله الناس اللي بيش يجين بعد تكون عندها قدرة على أن تستعيد ثقة الناس في الدولة وبين بعضها خاصة بعد التقسيم اللي صار بين التوانسة التخوين الترذيل مستوى الخطاب اللي ولي متبادل بين التوانسة وهالتوظيف اللي متحل فيه حتى التحقيق متاع الفيسبوك الشبكات اللي موجودة تنشط على الفيسبوك في البروفيل يعني أنا عمالي تعدى نهار عمال القناعة متاعي أنه صارت عملية تحيل كبيرة من خلال الفيسبوك ثم شيء ممنهج وقع فعله لأنه تدخل تشوف الناس اللي قاعدة تدافع على قيس سعيد تلقاها مكثرة ديفو بروفيل كلها حسابات مغلبها حسابات وهمية وتشكك في نتائج انتخابات 2019 معناها لا لا في الـ في الـ في الخميرة اللي خدمت في الخميرة الناس اللي خدمت له يعني ما ثم حاجة نقطة استفهام كبيرة نرجع للاتحاد يعني يمكنش الاتحاد أنه تجبده لأنه الاتحاد هو في الأخير هي منظمة وطنية عندها تاريخها عندها تاريخها في الدفاع عن الحريات عندها تاريخها في الدفاع عن الحقوق عندها تاريخها وهي كانت أحد الرعاة الأساسيين للحوار الوطني في 2013 هل يمكن يعني النخبة السياسية أن تجبد الاتحاد إلى مربع دفاع عن الحريات اللي أصبحت تقريبا منتهكة مستباحة في بلادنا هذا اللي حسيته في النبرة الأخرانية متاع الحديث متاع الاتحاد وهذا اللي حسيت أنه الاتحاد حسم وكانه حسم أمره في الموضوع هذا وهذا اللي باش نشوفه أنا في الأيامات القادمة يعني عندك اتصال قريب به إن شاء الله الاتحاد من خلال المبادرة هذه تو نشوفه نحسه ونشوف مدى الاستعداد ومدى الجدية في الموضوع منذ تقريبا سبتمبر يعني بعد شهر البهتة تقريبا بعد انقلاب 25 جويلية تقريبا بعد الشهر الأول لبهتة النخبة السياسية والشارع السياسي وحتى وسائل الإعلام تقريبا رجع للشارع الوهج نتاعه والثوري وخرجت الناس تقريبا في سبتمبر 2021 خرج الشارع المقاوم تقريبا وتكسر بعد عام سردية أنه الشارع مع قيس سعيد اليوم تقريبا واضح الصورة أن هناك شارع ديمقراطي في مقابل حد شيء في مقابل أنه قيس سعيد الذي لا يملك هذه الشرعية يعني بعد هالسياسة هذه للمقاومة مقاومة تكسر سردية الشارع التونسي هل يجب على المقاومة أن تمر إلى مرحلة أخرى في مقاومة الرئيس قيس سعيد خلاف الشارع فماشي بدائل أخرى يمكن طرحها للمقاومة ارحل ما عادش شوف اليوم وضعية البلاد مش وضعيتنا احنا كان وخب ولا وضعية وضعية البلاد ما عادش تحتمل يا اخي وصل لبلاد ما فيهاش حليب وما فيهاش سكر وما فيهاش فارينة وما فيهاش اخي تو هذه بلاد يا رسول الله يعني قادرين احنا نجتمعوا على السميق اللي تحكي عليه اذا كان ما اجتمعناش فاحنا اهل ما اهل كان القيس سعيد ما أهلك بش يحكمنا قيس سعيد انتهى يعني احنا اذا كان نراو في رواحنا احنا ناس باهين وخمم مليح وعندنا عزيمة منتصرين للديمقراطية وشعب واعي وكذا عملنا غلطة مو مجموعة ديما هذيك الديمقراطية فيها جانب كبير من العاطفة ومن التوجيه اي باهي توا الناس الكل انا عايش وسط الناس ونمشي وسط الناس انه تم استياء تام و أكثر من الاستياء هو الناس لا تنتظر خيرا يقول لك مش قادر هذيك حدود به يا إما اليوم باش هنا فقنا وباش نقفوا وباش نقولوا نحيوا اللي اختر علينا جاثم علينا يا إما مانيش قادرين باش نلتقيوا على حاجة بسيطة ما قلناش التجمعيين باش يحبوا النهضة ولا النهضة باش تحب التجمعيين ولا باش يلتقيوا ولا اليسار باش يحب النهضة لا ما أقعدوا في خلافاتكم واختلافاتكم ودبر رسكم لكن نلتقيوا على حاجه واحده التقيوا على انه باش تحميوا بلادكم مادامكم متفقين كلكم انه السيد هذا هز بلادكم للهاويه اذا كان القدر هذا ما ثمش نضج باش الناس تلتقي عليه على الدنيا السلام خليه يكمل يعني تقريبا عام ونص من المحاولات المستمره من مواطنون ضد الانقلاب ومن جبهه الخلاص منذ نشاتها في افريل الفائت تقريبا محاولات مستمره للتقريب بين اطياف المعارضه الروسيه الخميره ما كانتش حاضره وتعتبرنا حاضره تو متفائل اقول لك ما كانتش حاضره
من أول الموضوع من 26 جويلية قلت هذه هذا انقلاب وهذه المية وهذا الغطاس. قيس سعيد لو كان جاء فكر سياسي لو فاهم أنه كان قبل متخبي من وراء الناس اللي كانت تحكم وكان عنده الدور الباهي هما هو الدور الباهي يخرج كان بشي يقرحهم وبشي ينتقدهم وكذا هو لا ما الغالب ذيك الصلاحيات أزاحهم فألقى روحه قدام الشعب هذه المية وهذا الغطاس هذه المية وغطاس النسح ثم ناس تشوف من وقتها ومن قبلها أنه غير قادر فما ناس يحب لها شوي وقت وثم ناس يحب لها وقت أطول ثم ناس تفهم في ساعة أما يزن تفسر لها مدة طويلة هالناس اللي تفهم في ساعة وفسر لها مدة طويلة اقتنعت اليوم أنه انتهى أنه مش ما شيء لا شيء يرجى ما روحت شيء تحلحل شافوا الأمور ما قعدتش حتى في السوق اللي كانت فيه حياتهم اليومية ماشية إلى ما هو أسوأ يعني ملف كما الملف تاع نفاية تاسفاق سقط فرش فيه قداش عنده النجم يقعد الملف تاع نفاية تاسفاق 10 سنين ما يتحرك مش إذا سيادتك تعاول على أولا اتفاق المعارضة على شعار واحد وعلى السميقة اللي هو ارحل ثم تعاول على خروج الشارع التونسي في كل الولايات والاعتصام ربما في مرحلة قادمة تم مستوى متاع اليوم متاع قناعة وصل عامة عند الناس على أساس أنه ما يمكنش انتظار أي أمل من الشيء هذا شنو اللي يخلي الناس باش تتحرك ما هوش مدى غضبهم واستياءهم هو مدى أملهم فيما هو مقترح يلزم تم حاجة اللي تتقدم الناس على أساس هذيك هي الأمل وهذيك هي القدرة باش نجم من أجلها يتحركوا هو في تاريخ تونس تقريبا النخبة السياسية ما نجمتش تتحرك الشارع يعني كان نحكي أني على أبرز تجربة تقريبا هي تجربة 18 أكتوبر 2005 النخبة السياسية رغم اجتماعها بمختلف أطيافها على جملة من المبادئ جملة من المطالب الواضحة 3 مطالب كانت في 2005 لم تقدر على تحريك الشارع بل الذي تحرك وكان له الكلمة الفصل في إسقاط النظام السابق هو التحرك الشارع الاجتماعي يعني اليوم هل الشارع السياسي فعلا قادر على إسقاط قيس سعيد؟ لا الشارع السياسي غير قادر على إسقاط قيس سعيد اللي تحكي فيه في 2005 بن علي كان يعمل في 4.5% نمو ما تنجم تسقط 5% نمو هذا المعطى راهو المهم اليوم تنجم تسقط الا 2 نتاع النمو خاطر احنا النمو حتى اللي باش نعملوه 1.1 هذاك يلزم تشوفوا الا 9 اللي عملناهم في 2020 يعني احنا في مازلنا في النمو السلبي راهو هو تحقق يتكلم ايجابي ما هو سلبي فلم يحقق شيء هذا هو اللي باش يخلي الناس تتحرك هذا هو يعني الشارع الاجتماعي باقي يعني ولا مسش نعم طبعا يا اخي انت ما تنجمش انت خاطر ما يعجبكش النظام او ماهوش ملقي هوا في نفسك باش تقول لا تو باش تنزل على الفسه باش طيحوا روحك لي ثم نضج نتاع الناس هذاك علاش انا قلت لك انه كان لابد من فتره نتاع انتظار وانا توريت شخصيا على الانظار لمده لاني قلت اللي باش نتقال لكن ما يكفيش انك انت تكون شايف اللي شنو جاي يلزم الناس تشوفه زاد كنت عارف اللي هو السيد هذا فاشل باش هذا اللي باش يهزنا ليه اليوم ان ثم الناس يلزم تمسها تمس الشيء باش تعرف هاو من لمسوه في المقابل الرئيس الجمهورية اتهم المعارضة بالخيانة والاستقواء بالخارج معنى بمناسبة سفرهم إلى جنيف وحضورهم للاستعراض الدوري لتقرير تونس في مجال حقوق الإنسان أمام المفوضية السامية هل تعتبر فعلا أن المعارضة التي سافرت إلى جنيف وحضرت هذا الاستعراض الدوري استقوت بالأجنبي من أجل تشويه صورة تونس وكما يتقال اليوم ليس من حق الأحزاب السياسية الحضور في هذه الملتقيات العالمية بل هذه مهام الجمعيات المجتمع المدني وحضورها يعتبر خيانة لبلادها في الأخير يفكرني برشا في الكلام اللي كان يتقال في عهد بن علي هذا الكلام هذا تاع الناس اللي ما عندهاش الحجه مفروض ان الانسان يمارس في السلطه عنده الافعال نتاعو تتكلم عليه وافعاله يرصدها الداخل ويرصدها الخارج وما يهموش شنو اللي تقال فماش تشويه نجم يصير على خاطر الافعال معروفه لدى يعني تمثيليات الدبلوماسيه اللي موجوده هنا ومنقوله في تقارير ومعروفه على المستوى الدولي شنو اللي يصير باهي ولا خايب ما يهموش
يعني الانسان هو الصوب عينه انه باش يخدم ويطور ويعمل. فما ريتوش انتم نهار المان ولا فرنسيس ولا امريكان يتكلموا على انه فلان انتقد من المجتمع، انتقد الدوله نتاعه وهو خارج درشنو، تكلم على روحه اثر في حاجه لا يأثر في شيء، خاطر اذا كان الواقع جيد معنا خاطر الناس يشوفوا فيها ابيض وانت باش تقول له مكحل باش يصدقوك. معقول هذا؟ هذا في كله معناه نتاع انسان اللي هو مرتبك وانسان اللي ما عنده ثقه في نفسه. كيفاش لاهي انت في بلاصه وانا في السلطه من عندي 20 ألف مشغل في مشغل، تلاهي بيهم انا هذم؟ هذا رئيس معزول ما يعني مشاش يتزرش المواطنين نتاعو التوانسه في منظوريه في 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 تراب الجمهوريه، مشاش جماعه جرسيس عزاهمش، مشاش تفقد الولايات دارشي. شنو هو الناس اللي قاعد يعين فيها؟ ممكن يلوم على التعيين بالولاء، شوف النوعيات اللي قاعد يعين فيها، شوف نوعيه الولايات اللي قاعد يشوف فيهم المسؤولين، شوف التصريحات، شوف التصرفات، هذوما نتاع مسؤولين جام شبهولو كلهم، يعني شنو هذا؟ يعني في الأخير دكتور الموقف الدولي كيفاش تقراه؟ يعني هو الرئيس أكيد أنه في عزلة دولية على الأقل ظاهرة مانيش نشوفه في بواتن الأمور، يعني هل يمكن للأصدقاء اللي يراهنوا على المسار الديمقراطي أنه يستمر مساندتهم للمسار الديمقراطي، وإلا ربما مصلحتهم تقتضي إذا وجد عامل الاستقرار في تونس أن يساندوا رئيس قيس سعيد؟ أنا ما نعولش عليهم القوى الأجنبية وما ننتظر منهم شيء، وحاجة أكثر من هكا نطلبهم أنهم يعاونوناش. أنا بالنسبة لي نطلبهم أنهم يعاونوناش. إحنا اللي قاعد يصير لنا توا على المساوئ نتاعو، وهذا إذا كان فما حاجة نخرج منها من الحوار هذه ماذا بيا الكلمتين هذوما على المساوئ نتاع الفترة هذه وعلى السواد اللي موجود فيها، هي فيها خير كثير لأنه فيها نضج لينا الكل، لأنه فيها نحسوا بقيمة الديمقراطية، نقيموا بأهميتها، بأهمية أن يكون عندنا شخص مسؤول غدوة يسأل عن أفعاله حقيقة، بأهمية ونبهنا للأخطاء اللي ارتكبناها من 2011 بطريقة التصويت بالعاطفة، الانقياد، عدم أعمال العقل، هذا الكل هو التبعات متاعه واش نجم تكون. فهذه التجربة هذه على السوء متاعها هي تزيدنا معرفة وتزيدنا حنكة وتزيدنا صلابة في خيارات متاعنا. ثم اللي قاعدين عايشين اليوم ما يقلقش القوى الأجنبية، لأن يعني القوى الأجنبية شنو همها؟ تم حاجة وحيدة أنه مصالحها تقعد محمية. وكترى الاتحاد الأوروبي كل ما نجيب نغرق شوية يعطيونا جرعة متاع أكسجين، يعاونونا باش نسيو قمح، يعاونونا باش ناخذ شوية طاقة، يعاونونا باش كذا باش ما تغرقش، باش ما يصيرش انتفاضة، باش المصالح اللي عندهم هنا والمعامل وكذا ما تهددش، تقعد هي بيدها وكهو، خذك الطرف هذاك واسكت، وهما في الاثناء يمصوا فينا لانه هذا بلاد يعني يستبيحوها لمصالحهم وكذا. ف باش ننتظروا من القوى هذه اللي قاعده تتشدق بالديمقراطيه وكذا انها هي باش تنقذنا، اذا كان احنا باش نكونوا في الوضع هذاك فهي خابت المسعى، ما نستاهلوهاش ديمقراطيه. ديمقراطيزم نمشيو لها وناخذوها، علاش؟ لان الديمقراطيه مقترنه بحاجه هي بالسياده، بسياده القرار. نحس روحي انا كمواطن بسيط ما عندي حتى معنى، لكن عندي صوت وعندي تاثير وعندي قول وعندي فعل وعندي مجال وعندي باي في البلاد. وقت اللي يبدا شخص واحد مستاثر اللي هما ديما احنا فك السرديه العربية الإسلامية ديما على البحث عليك الشخص اللي هو المستبد العادل، تماش تماش مستبد العادل هذا ما عمره ما توجد، البحث عليه تشوف التاريخ متاعنا الكل، المستبد العادل الوحيد هو الشعب يكون مستبد بالقوانين اللي هو يقررها واللي هو يصدق عليها واللي هي تدير الحياة متاعه. وأنه الشخص اللي يجي يقول سيادة الرئيس سيد الرئيس، لا 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 سيادة الرئيس لا سيد الرئيس، هو مواطن البارح كان هز كرتابته يقري، ولا كان هز مانيش عارف انا الكاسك نتاع مهندس فوق راسه، ولا كان اي صفه كانت عنده، ولا كان عنده صنطه نتاع طبيب يعدي ولا غيره، وجاء قدم روحه للناس بمشروع تفضل، قالوا له الناس هاو تنعطيوك العهده الوكاله للمشروع ذاك لفتره معينه ونراقبوك. فمنا والينا ماكش اكثر منا،
ولا وقت يكون راضين عليه راضين عليه يقعد، وقت مش راضين عليه يرحل. السيد هذا قيس سعيد قام ب بشيء ما يتوصفش، اللي هو معناه من 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 الجرائم الكبرى، هو يعني تغيير صبغة الحكم وصفة الحكم بانقلاب، وحوله إلى حكم فردي، وحكم فردي وفاشل. أعتقد أنه أقل الإيمان أن نلتقي جميعا باش نحلوا له باب الخروج. متفائل أنت دكتور بالمشهد السياسي القادم في ضوء المبادرة تاعك أنت، وفي ضوء ما تقراه أصلا من المشهد السياسي اليوم؟ المشهد السياسي القادم مازال ما جاش. احنا التو عايشين في ظل المشهد السياسي اللي مقبل 2010، قاعدين على وقع الصراع اللي كان موجود في الجامعة ما بين الإسلاميين وما بين اليسار وما بين السلطة اللي كانت قائمة متاع اللي هو كان مثلها التجمع. الشيء الصراع ذاك نقله هنا لبعد 2010، لأنه صراع على التموقع على السلطة ليس إلا، يعني بعد ما صارت الغلبة للإسلاميين وشدوا هما السلطة أو هما كانوا عندهم الجانب الكبير من السلطة، رجعوا التجمعين باسم على أساس أنهم دستوريين، واليوم يحبوا كيف كيف بدعم داخلي وخارجي وما إلى ذلك. المشهد السياسي الحقيقي اللي هو ولد الثورة ما تحققش، لأنه ما سمحولوش، لو كان ما سمحوش للمستقلين باش يترشحوا لو تخلقت أحزاب من رحم الثورة، ورأي الأحزاب هذيك أصبحت تعبيرة خط آخر يخلينا يخرجنا من الصراعات هذه الواهية اللي ما تهمناش واللي هي موروثة واللي هي ألقت بذلالة حتى على المواقف من الانقلاب. مواقف ثم ناس تبنات الانقلاب في الفترة الأولى نكاية في الناس اللي كانت موجودة في السلطة، يعني مش انتصارا للديمقراطية ولا نكاية فيه. فهي الناس اللي من مستوى الطبقة اللي ما عندهاش النضج هذايا هي لا تمثل تونس ولا تمثل تونس غدوة. يعني ما زالت تستمر معاناة الشعب التونسي في ظل هذا الانقلاب، ولا متفائل أنت برحيل هذا الانقلاب؟ هذايا رهين حقيتنا وجدارتنا كنخب وكشعب تونسي بأنه تكون عندنا حياة أفضل، وأنه نطوي الصفحة هذه ونبني بلادنا بالحق. تو هذا نشوفوه في خذون 15 يوم هذوما اللي عطيتهم أنا للمبادرة. خلي لك كلمة أخيرة دكتور. نحب نقول تونس تعثرت وتعدت بعديد في تاريخ الحديث على الأقل المعاصر بعديد المراحل اللي هي كانت قاتمة أحيانا، وكانت فيها انقطع فيها باب الرجاء وباب الأمل، لكن المراحل هذه ما دامتش، وتونس دائما تطيح وتقوم، وتقوم على خاطر في جيناتها من داخل رغبة في الحياة وشيء من الأمل. فنجموا ساعات نقعوا ضحية تحيل سياسي، لكن التحيل هذايا اللي يصير راهو الأمد متاعه قصير. ديما تنجم تكذب كما يقولوا على بعض الناس بعض الوقت، لكن تنجمش تكذب على الناس كل طول الوقت. والباب هذايا والقوس هذايا تو يتسكر لا محالة. الأمل متاعنا نتسكر سريعا باش المعاناة متاعنا تقل وننتقل إلى الزمن الوردي اللي نحلم به، لأنه اللي نحلم به تونس الباهية راهي ما تحققتش قبل. لا ساعات نسمع الناس يقولوا والله في عهد فلان وعهد فلان كنا خير. لا، كان كنا خير أننا ما وصلناش لهذايا. تونس الباهية هي اللي باش نبنيوها غدوة مع بعضنا الناس الكل، وإحنا قادرين عليها. نجموا نختلفوا ومشارفنا تختلف، نلتقيوا على الأسس ونلتقيوا الكل مع بعضنا، لأن تونس ما تنجم تتبنى كان الكل مع بعضنا، وأنه التخوين والتقسيم والناس اللي تحب تقسمنا هذه راهو لمصالحها السياسوية فقط باش تبني شعبيات واهية وتوصل للسلطة. أما اللي حقيقة قلبه على البلاد لابد أنه يسعى إلى لم التوانسة الكل، لأنه من غير التوانسة ملمومين، من غير هكا الوحدة الوطنية أي الوحدة الوطنية هذيك راهو ما نجم نصحى حتى اثنين. الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري دكتور روتيلو مراحي، شكرا ليك، شكرا لكم على حسن المتابعة. نتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة من لقاء خاص. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.